أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السيدات والسادة المستمعين الحاضرين المشاركين جميعا، تحية لكم من هنا من اليمن، من اليمن المساند لفلسطين، الواقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم المستلب الذي احتلت أرضه منذ عشرات السنين، وما زال العالم يغض الطرف عن هذه الجريمة المستمرة النكراء التي تتضاعف ظلما وإجراما مع الوقت. ومن هنا من اليمن الذي يقف اليوم مع هذه المظلومية، يساندها نيابة عن العربي وعن المسلمين وعن الأحرار في العالم كله وعن البشرية. إن جريمة الكيان العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومن يقف مع كيان العدو الإسرائيلي الأمريكي والبريطاني والفرنسي وغيرها من الدول التي تقف خلف كان العدو الإسرائيلي، إنها لوصمة عار في جبين البشرية كلها. أن يقال في تاريخ من التواريخ وأن يكتب في الكتب وفي التواريخ بأن شعبا تعرض لمثل هذا الظلم بكله ولم ينصره أحد من البشرية، وظلت البشرية وهي في عالم الفضاءات المفتوحة والتواصل المفتوح والإعلام المفتوح تشاهد مثل هذه البشاعة وبهذه المجازر والجرائم، ولم تحرك الإنسانية شيئا. إنه لوصمة عار في جميع البشرية. ولذلك نحن نسعى أن نقوم بواجبنا من منظورنا الديني الذي يحتم علينا هذا الموقف، ومن منظور إنساني أيضا، لكي نمسح هذا العار، ولكي يقال أيضا إذا ما دون التاريخ هذه الجرائم بأن هناك أيضا من وقف مع هذه المظلومية. نقدر عاليا كل المواقف في الدول التي حكوماتها بعضها تقف مع كيان العدو الإسرائيلي، لكن هناك من الأحرار من يقفون ضده. هذه الأصوات مقدرة ومثمنة وشجاعة، ويحسب لها هذه المواقف. ونحن هنا من اليمن، من الجبهة المتقدمة في دعم الشعب الفلسطيني، نوجه لهم التحية ونشكرهم كل الشكر على هذه المواقف التي يقفونها، والمسيرات التي يخرجون فيها في الشوارع وفي كل الأماكن التي يمكن أن تؤثر، ولكي يفضحوا هذا العدو المجرم الذي يقتل الشعب الفلسطيني. هذه أصوات مثمنة ومقدرة، ويحسب لها حساب عند كل البشرية. نحن وأنتم في خندق واحد لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاستكبار العالمي البغيض الذي يقتل الشعب الفلسطيني. وإن شاء الله أننا سننتصر وسنوقف هذه المجازر وهذه البشاعة، وسننتصر للشعب الفلسطيني حتى ينال حقه الكامل في أرضه مثل بقية شعوب العالم الذين استعادوا وانتهت حقبة الاستعمار والاحتلال في العالم كله، ولم يبقى إلا الشعب الفلسطيني يعاني تحت وطأة احتلال مستمر بتواطؤ عالمي من كل العالم. تحياتنا لكم من اليمن. نحن نؤكد لكم بأننا لن نتراجع، لن نتوانى، لن نخضع للضغوطات، سنظل كما شاهدتمونا وتدعمونا وتقفون إلى جانبنا وتصلنا أصواتكم. سنظل أيضا أوفياء لهذا الدعم الذي يصلنا منكم، الدعم المعنوي والدعم الإعلامي. سنظل أوفياء لهذا الدعم ولن نتراجع تحت أي ضغط من هؤلاء الأعداء، ولا تحت أي ترغيب ولا ترهيب. سنبقى ثابتين، واقفين، متقدمين. سنحاول أن نوسع من عملياتنا دعما للشعب الفلسطيني المظلوم المقهور حتى ينتصر بإذن الله. وفي الختام تحياتنا لكم، ونشكر لكم هذا اللقاء المهم، ونتمنى أن تستمر كل الفعاليات والأنشطة دعما للشعب الفلسطيني. إلى اللقاء.